مواطن آخر سجل مقطعاً مصوراً وانتقد فيه صمت المرجعية وتساءل عن تجاهلها لحال العراقيين بعد 16 عاماً. فنشاهد. رسالتنا إلى المرجعية المتمثلة بالنجف الأشرف، يعني معقول المرجعية ما جاي يشوف ممثلين الشعب شو مسوين بينا من 2003 لهذا اليوم؟ قاعدين بس على مخصصاتهم وعلى أموالهم وحماياتهم. يعني معقولة المرجعية ما شافت الصناعة وقفت والزراعة احترقت والسمك انسام؟ يعني معقولة المرجعية ما جاي يشوف الشباب اللي تخرجوا آلاف مؤلفة وكل واحد درس له 15 سنة وعشرين سنة ودم قلبه حتى ينجح ويتخرج ويتعين؟ يعني معقولة المرجعية هذا كله ما تعرف به؟ يعني المن نشتكي يا ربي؟ يعني احنا غير نعتب على المرجعية، المرجعية غير متمثلة بالنجف الأشرف. يعني مجلس النواب جاي يشوفون اداء عمله هسه راح يصير له سنه، شنو انجز للشعب ممثل الشعب؟ قاضينها بس مع المخصصات ويتعاركون وشارينا وخزينا قدام العالم بمجلس النواب. يعني وين نطوي وجهنا؟ قالوا لنا الحكومات التنفيذيه جاي تاخذ بالاموال وتدري ورا الها، تروح للتنفيذي يقول لك انا امر بيد بغداد، تروح لبغداد امر بيد التدر السياسي، تروح للتدر السياسي امره خارج بيد الدول. يعني المرجعيه يمتى تتكلمون؟ مو والله طقت رواحتنا كتلنا الضيم ثقوا بالله. يعني الحكومة مركزتنا بس على ربحها.